ربي ما تجاوب بقى وخلاص يا مالك الله وكنزي تبقى بنت كريم معنى كده ان احنا نقرب لكريم ونقرب لحضرتك ونقرب لساره ونقرب للعيله يعني اللي احنا قاعدين فيها دي امي امي الايه لثلاثة في ايه هو انا عشان سافرت كل ده حصل من غيري ولا ايه يا جماعه احي لو كنزي عرفت ولا كريم لو عرف احي ليله سوخه ليلة سوق ده طيب عن اذنك اتفضل هنبقى نتكلم بعدين بقى اه اوكي تمام اوه انا بحب اسم كينزي قوي على فكره اوه انا وخطيبي او انا وكيمو كنا عايزين نسمي بنتنا اسمها كينزي معلش معلش احنا مجانين وقلتلي لك انا اجتماعيه جدا وده اللي موديني في داهيه يعني انت مش عارفه اخوكي ما يعني ما لا ما يا ربي الصبر لا لا ما اعرفش نهائي تلاقيه هنا ولا هنا كنز بخير اه يا كنز بخير اه بس مش هتبقى بخير لو سمعت يعني الـ الـ الخبر يعني فاهم قصدي جني بتهزري وحشتني قوي وانتي كمان وحشتيني عامله ايه يا لهوي يا وقعه مهببه دي تبقى حبيبة كريم الله اعلم انا شرفني ما تقول لي كريم انت وحشتني قوي معلش يا جيني انا انا اسف جدا بجد ايه ده ايه اللي بشوفه ده وبعدين هو اصلا ما كانش بيحب حد اه, آه ما كانش بيحب حد معاك الرائد ملك الحسيني ظابط حسابنا لسه ما خلصش تمام مقابل إنك تخلي كنزي تروح في ستين دهية نعم <applause> Oh why need cry? Cuz I need it empty. Don't cry. cry? Cuz I need it empty. Don't cry. Girls like me don't cry. Girls like ان انا مش فاهم حضرتك عارفه ولا لا ما تجاوبي عليا مش لازم تعرف دلوقتي خالص يعني ايه ما مش لازم اعرف امال حضرتك جاي تقولي لي ليه ان شاء الله هو سؤال وتجاوب عليا هي انت مالك الحسيني ولا لا يا ربي ما تجاوب بقى وخلاص يا مالك الله انت بتزعقي لي مش لما اعرف الاول ايه السبب عشان اجاوب اصلا ايه ده ايه الدوشه دي ما انا بقولك تعالى هو فيها يا جماعه مش فاهم حاجه كويس انك كده كريم ايوه نعم يعني ايوه نعم بقى يلا يا ملك جاوب يا ربي طب انا بقى اهو يلا انا مش قايم من هنا غير لما اعرف السبب ومش هجاوب على اي حاجه وبعدين انت مال حضرتك اصلا باختي ولا ماي ولا بيجي ولا بامي ولا, ولا بابويا ولا اي حاجه اصلا اظن ان حاجه ما هو في يا جماعه انا مش فاهم حاجه اصلا في يا ماما في يا بابا ما تجاوبوا خالته هو في حاجه كريم اظن عارف الموضوع انا مش عارف الموضوع يا خالته انا مش عارف الموضوع دلوقتي خالص يا جماعه استهدوا بالله انا مش فاهمه اصلا انتوا بتتكلموا على ايه انا اللي فهمته الليله دي كلها ان يعني ان يعني اني مالك مش عايز يجاوب على حاجه اللي انا ما اعرفهاش اصلا وان حضرتك بتجاوبي عليه وتقولي على حاجه وتسأليه سؤال انا برضو مش عارفة ايه هو بالراحه يا جماعه كده واستهدوا بالله مفيش حاجه يا رحاب دي موضوع عائليه بس مش اكتر وطالما موضوع عائلي ان شاء الله واقفين هنا وبتتكلموا وبتزعقوا كده ليه ما اكيد اللي جاي هيجي يقول لكم استهدوا بالله يا جماعه وفي ايه ما ده اللي شيء طبيعي يعني وشيء اوريدي ما تطلعوا في الاوضه يا حبيبتي انت وهي وتتكلموا بقى في امور عائليه براحتكم انتوا ما تبرحوا يا جماعه الله هو في ايه بقى لو سمحتي ساره انت وصفيه لو فعلا موضوع عائلي زي ما انت بتقولي يبقى تطلعوا فوق ما تتكلموش هنا يعني انت مع رحب أومال اكون مع مين يعني مع السما ان شاء الله ما هي حابه تتكلم حق ما هو انت برضو لو بتتكلمي لو بتكلمي كلام صح كنت هاجي اقول نفس الكلام لكن انتي بتقولي حاجه غلط اصلا او مش حكايه غلط حكايه اني كلام اهبل زي ما بيقولوا يعني ماما لو سمحتي نتكلم فوق صح ماشي يا مالك مش هتكلم دلوقتي بس لسه انا في سؤالي وعايز اعرف الحقيقه يا رب الصبر انا مش فاهمه حاجه هو في ايه انكل مال ماما ومال خالته انت بتساليها وتفهمي ايوه كل ما اكلم حد على كده هو في يا بابا ولا انت ومالك انا مش فاهمه حاجه ولا بيقولوا ايه اصلا كريم انت عارف حاجه يعني عايز احكي لك على حاجه بس وانت فاهمها ولا لا ايه هي يا بابا هي كنزي تبقى بنت اه اه إيه وحضرتك عرفت منين نعم بنت خالته إزاي مش, مش فاهم حاجة يعني ده, ده إيه ده إزاي يا عمو معلش يا عمو ينفع تقولي بس الموضوع ده <applause> هي مش مش يعني صفية كانت بت لسه بتقول يعني بتقولك يعني الم 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 الموضوع يعني ولا, ولا إيه حضرتك ب... يعني انا مش فاهم حاجه هي طنط صفيه دي لو لو تبقى خالد كريم وكنزي تبقى بنت خالة كريم معنى كده ان احنا نقرب لكريم ونقرب لحضرتك ونقرب لساره ونقرب للعيله يعني اللي احنا قاعدين فيها دي فمعنى كده ان امنا وابونا مع انتوا حضرتكوا عارف يعني, يعني كريم انت عارف اي حاجه ما تجاوب عليا يا جماعة الزنقة دي بقى الله آآ آآ يعني بابا انت ايش عرفك يعني بالموضوع ده انا عايز اعرف صح ولا لا بس يعني يا بابا منين من حضرتك بتعصب مني ومنين يعني انت حضرتك شاكك انا مش فاهم حاجة حضرتك عايز تتأكد ولا عايز تعرف ولا ايه بالظبط تعالى كريم طب وبالنسبة لي انا ايه ما حد يجاوبنا يا جماعة ثانية واحدة يا مالك لو سمحت يلا كريم يو يا اخوانا انا مش فاهم حاجة انا مش فاهم منين احنا نقرب لكريم ومنين انا مش فاهم حاجة بجد انا, دماغي وقفت يا رب الصبر خش بسرعة يا بابا حاضر في ايه بس الكل ده والراحة بداية للتأكد بس ما تفضحنوش ليه يا بابا الكل ده انت عارف ولا لأ ايوة يا بابا عارف ايوة عرفت امتى وازاي بعد ما اتجوزت جنزي بشهور كده شوية يعني مش شهور قوي يعني يعتبر شهرين يعتبر يعني يعتبر يعني مش مش متأكد ولا فاكر طب كويس ليه بقى هو كويس بقى وخلاص يعني مش مش لازم طب بابا لو سمحت ينفع اعرف ازاي يعني يعني هي لو بتخالتي بجد مامتها هتبقى مين صفيه والله العظيم اه طب طب ثانيه واحده انا المفروض اكتشفته ولما بحثت وعرفت اكتشفت ان ايه ان ان كينزي هي هي اللي قتلت باباها يعني هي قتلت جوزها بمعنى صح م. هو ايه اللي اه يعني انا خالتي المفروض تكون كده المفروض انا مش فاهم حاجه طب حضرتك مسجن يعني هي مش المفروض تتحول القضيه للاسف اه ليه للاسف ليه انا مش فاهم حاجه والله العظيم يعني وطي صوتك وبالراحه والله يا بنتي انا مش عارفه حتى طم تعبير يعني كلكم متغيرين معلش خلاص بقى جميلة ما تفكرنيش عشان خاطري حاضر خلاص انا برضو لاقية ان ماما مبعدة قوي كده ومش باينة ولا ظهر اي حاجة خالص اه والله طيب حاضر حاضر كتر خيرك لاني مش قادرة اقوم وانت عارفاني حاسه بكم مجربه استني اما اشوف مين <applause> ايوه م م مين م م ناديه ايوه ازيك وحشتيني قوي يا استني افتكرتك جميله مش كده اه ازيك يا ناديه عامله ايه الحمد لله هتخليني فضله واقفه كده كتير ولا ايه عايزة أدخل آه أوكي مالك جميلة فيكي حاجة متغيرة ولا متهيألي لا لا خش يا نادي عاملة ايه يا حبيبتي وحشاني والله وانتي كمان والله العظيم مين جميلة يسو ايه ده يا يسو انتي اتجوزتي إقسى عليكي وما تقوليليش او اتجوزتي مين وازاي وحامل حامل في ايه توأم ولا لأ بنت ولا ولد ايه ايه بالراحة عليا ناديه بالراحة وحشتيني اوي عامله ايه الحمد لله انتي عامله ايه اكتر وحشتيني اوي وانتي كمان ده في حب ولفلفة من غيري ها اسكتي بقى يا جميلة احيي شكلك غير اوي يا جميلة ايه يعني عشان بقيت ام لتلاته يبقى كده وخلاص ولا ايه ام الايه أمي لتلاته في ايه هو انا عشان سافرت كل ده حصل من غيري ولا ايه يا جماعه ايه ده انا مش فاهم حاجه يا لهوي يا امه وحشتني قوي وانتي والله يا لئيمه إيه, ايه 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 اللي حصل ايه حد يقولي لي العيله كبرت ولا لسه زي ما انتوا وحد يقول لي في ايه جماعة؟ مالكو؟ و... كريم. كريم يا جماعه مالكم بالراحه يا ناديه مش كده اصلي وحشتوني قوي بصراحه وادهم وكريم كريم وحشني قوي فين كيم وحش خاطر يا جماعه قولولي كريم اه فين وحشني قوي آه كريم تلاقيه هنا ولا هنا اه, آه. طيب طيب آه... امال فين تيتا فريده؟ وفين تيتا وفين تيتا صح طنط رحاب و... انتوا كل ده فين يا جماعه الله وبعدين بقى مش هتعرفوني على العيله الجديده ولا ايه مين عيله جديده ايه مالك جميله من ساعه ما قابلتك وانت كده ملقلقه في ايه عيله جديده عيالك وعيالك لا يا اختي انا حامل يعني انت لسه ما بقيتيش ام اصلا بس جميل هي اللي سبقتك امم مين ادهم زي ما انت كنت بتحبيه اه اتجوزت ادهم وانت يا يسو اتجوزتي مين اللي بحبه فهد اه احي بتهزروا الله, الله 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 وحد يقولي لي العيله كبرت ولا لا دايما وكتير 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 خشي يا ناديه ما تخافيش هتلاقي العيله كلها مستنياك يعني والله ما قلتناش ان إنتي راجعه من السفر والله جت صدفه كده ويلا انا داخله بقى ده اظن البيت بيتي يلا عن اذنكم يا وقعه مبربره ايه مرمرمره كل حاجه دي وقعه ليله مهببه لو كنزي عرفت ولا كريم لو عرف أحيي ليلة سوخة ليلة سودة خشي ويلا بدل ما احنا قاعدين متسودة هنا يا ربي مش عارفة افرح ولا ازعل اه والله ايه في ايه حرام عليكي انت مين يا ولية اقصى عليكي يا فطومة يا حبيبتي بقى نسيتي انا مين <applause> ده انتي كنتي حتى بتقولي لنا انا ناديه جحيم، ايه ده؟ ناديه نحي نعيم جحيم ناديه وحشتيني يا اختي وانتي كمان يا فطومه وحشتيني يا بت وبعدين اخص عليك ما تقوليش ان انتي جايه من السفر والله جت معايا كده يا جماعه الله وحشتوني اوي وانتي والله العظيم ليكي وحشه بطريقه فظيعه، قوليلي قوليلي العيله كبرت ولا لا؟ أه طبعاً دي كبرت وكبرت 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 اقص عليك كل الغياب ده يا بنت يا نادية معلش والله سامحوني يا جماعة أمال كيمو فين؟ أه كريم؟ أه هاتي إيه هنا ولا هنا إيه طيب أمال فين يعني الله؟ وحشني أوي الله وبعدين مش مفروض أسلم على خطيب المستقبلي ولا إيه؟ أه طبعاً طبعاً أم بصي هتلاقي هنا ولا هنا يعني ما بس بالراحه كده وقولي له عامل ايه الاول من غير ما كده تقوليله خطيبي كده فماني يعني ولاحظي معاه حد ولا كده تفهماني انا عارفه عشا بتاعتك يعني وكده الله ومالكوا يا جماعه ومالكم لا لاقين لي كده الله ما سلامش على الخطيب المستقبلي ولا ايه وطي صوتك يا اختي وطي صوتك الله مالك يا فاطمه في ايه يعني مش حكيت كده الله روحي دوري على العيلة وأنتي تكتشفي وتدوري ماشي حاضر وحشتوني قوي بجد يا اختي لسه زي ما انتي شعنونة ومهربرة مهيبرة أه وطيفر الاتنين واحد الله وبعدين اتعلم أه أه الانجليش كمان <applause> ايه يا بت مش باين عليا ولا ايه <applause> اقعدي بقى ساكتة يا اختي لحسن هاخدك للسعيد وهعرفك بقى على كل العيلة ده عشرين سنة <applause> مش عشرين سنة يعني بالظبط هي تمانية و... سنة ونص يا اختي هي فرقت يعتبر يعني يعتبر <applause> يلا سلام عليكم بقى اروح اسلم على العيلة ام الستة فريدة فين؟ يا اختي تيتا فريدة يا اختي سمعتها سيسة فريسة ايه ده؟ ما اعرفش سمعتها كده وخلاص المهم هتلاقيها برضو كده ولا كده انا يا اختي 24 ساعه في المطبخ طول عمرك كده يا فاطمه يا اختي انت عارفاني <applause> طيب عن اذنك اتفضلي يا ربي مسحت عيني ومسحت وشي وانا مليون الف مره ولا يعني مش عايز يبطل يا ربي اعمل ايه بحبه بحبه يا ناس خلاص خلاص انا خلاص اخر مره همسح في وشي اهو بالميه بس بس خلاص كده كفايه كفايه قوي كفايه قوي كله تحت السيطره كله تحت الفل كله فل. كله فل. كله فل. انا انسان بحب واحد زي ده طيب يا رب إيه؟ انا في الحمام انا في الحمام انا في الحمام اه انا اسفه جدا معلش لا ولا يهمك عادي آم. هو انت آم. ايوه اتفضلي لا لا انا ثانيه واحده خلاص طب هو انت اسمك ايه معلش مالك مالك لا انت شكلك جديد في العيلة مش كده ولا لأ؟ يعني ايه جديد مش فاهم يعني يعني جاي يعني ما م... م... كنتش قاعد في البيت اصلا يعني انت طرف جديد او عيلة ج... يعني من عيلة جديدة وكده اه قول كده بقى تمام ماشي <applause> ليه بقى في ايه؟ اصلاً انا نادية يعني انا اعرفك الاول انا نادية كنت مسافرة و يعني مسافرة مسافرة بقالي اكتر من عشرين سنة والله يا بوي ليه كده يعني كان عندي مهمة وعندي حاجات كتير لازم كنت أعملها والكلام ده المهم ما شفتش كريم أو أنت تعرف كريم يعني ولا أنت جديد لسه ما تعرفش أي حد في العيلة ولا إيه زي ما أنا يعني أنا أنا قديمة في العيلة خالص ولكن عارفة إني عائلة الشرقية بتتجدد ولا جدد ولا جدد ولا جدد, ولا جدد وإحنا عيلة المصايب فأنا عارفة كويس جدا مهم مهم ما شفتش كريم أنا أنا أيوه أنا عارف كريم والله أنا صاحبه والله واو اوكي ما فين بقى يعني هتلاقيه هنا ولا هنا هو ليه كل ما اسال حد يقول لي تلاقيه هنا ولا هنا اصلي والله انا انا اللي عارفه ان يا عم محمد اخده وطلع فوق بس ده اللي انا عارفه مم. طب ما تعرفش طلع فين اصلي القصر اتجدد بجد يعني ما كانش كده انا عارفه برضه اللي احنا من ضمن العيله اللي بتد... يعني من غير البيت ما كانش كده نهائي ما كانش بيعمل كده نهائي خالص طب بالراحه اهدي بس كده يعني انت اسمك ناديه صح؟ يس yes. امم تعملي ايه بقى هنا او تقربي ايه هنا للبيت او للعيله هنا عموما؟ اه صح انت جديد كنت اقولك انت تعرفنيش معيش معيش اوكي <applause> <applause> بقالي مده يا ابني سافرت ونسيت <applause> لا ولا يهمك هقولك يا سيدي كويس اللي انت هنا يعني انت هنا تمام تعالى بسرعه يا عم استنى في طيب يا عم استنى طب اتكلم يا عم مش وقتك عن اذنك أو لا معرفش متي مين يلا اوكي تمام ماشي طيب عن اذنك اتفضل هنبقى نتكلم بعدين بقى آه، اوكي تمام اوه حاسه كاني اعرفه مليون سنه مش عارفه ليه استلطفته كده اه انا اسفه جدا معلش والله لا 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 ولا يهمك انا اللي اسفه معلش انا ما بالي وانا والله ما بالي برضو كنت باصه ورا عشان كده يا ربي انت شكلك جديدة هنا صح ولا لأ؟ هو أنا كل ما أسأل حد ألاقي هنا هكد... انتوا كلكم جداد كده صح ولا لأ؟ يعني جديدة من ناحية ايه مش فاهمة يا ربي يعني ما في البيت وجيتي هنا تاني في البيت ولا أنا مش فاهم حاجة حي... طيب هقول لك طيب إذا كان أنا زكي أنا مش مش فاهمة طب أوكي أوكي أنا لك. انتي ما ساكنه هنا في البيت ولكن جيتي هنا بقرابة حاجه وكده اه طيب كويس انتي بقى بتعملي هنا ايه او لا اوكي اسمك ايه <applause> كنزي اوه انا بحب اسم كنزي او على فكرة او انا وخطيبي او انا وكيمو كنا عايزين نسمي بنتنا اسمها كنزي اوه بجد والله اه والله معلش بقى انا انا اتعودت عليكي قوي بصراحه اجتماعيه جدا انا على فكره وشعلانه جدا يعني <applause> لا مو واضح عليكي فعلا بس انا برضه حبيتك اوه معلش وحبيبتي بس انا معرفتكيش انا انا ابقى مين انا ناديه اوه شفت الاسامي يا ناديه بس برضو انا جوزي اسمه كريم واو شفتي يبقى من اولها كده احنا عاملين ماتشنج من بس بالنسبه لايه آه، للاسامي ما هو يعتبر خطيبي ده يعتبر بقاله عشرين سنه يعني مش فاهمه حاجه ما احنا يعني مخطوبين بقالنا عشرين سنه وانا سافرت فسافرت بقى بقال... يعني أنا سافرت منها عشرين سنة ولسه جايعة دلوقتي، يا لهوي يما وهو مستحمل؟ الله أعلم، طب معلش سؤال بس <applause> قولي أنا كل ما أسأل حد هنا هوتي شفتي كريم؟ والله وفي كريم واحد بس في البيت <applause> أهلا يا جماعة وحشتوني أوي وعاملين ايه؟ <applause> ملكة يا دينا في ايه؟ دي لا, لا 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 والله ما صدق هعيط وأنا كمان في ايه يا جماعة استدوا بالله في ايه بالراحة لا 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 وحشتيني وحشتيني اوي يا ناديه وأنتي كمان يا دينا عاملة ايه الحمد لله وحشتيني اوي يا جماعة في ايه ده أنا فكر... فكرت إنكم بتسرعوا في حاجة ده لو التاني اتسرعت ما بالكم بقى اللي بيتفرجوا ولا حاطة السماعة ولا حاطة السماعة ايه يا جماعة ده معلش معلش هي احنا مجانين وقلت لك انا اجتماعيه جدا وده اللي موديني في داهيه لا يا اختي ما هو واضح فعلا واضح قوي وحشتيني قوي يا ناديه اقصى عليكي بقى كل المده دي ولا حتى ترني ولا تتصلي والله العظيم انا اسفه بجد والله العظيم فضلت اشتري يا ستي خط ويقول لي الخط بعشرين جنيه في خط بعشرين جنيه لا مش قصدي عشرين جنيه الف جنيه نعم شفتي اهو خط ب الف جنيه ليه حضرتك طب ما تشتري خط تاني كلهم يا اختي كلهم يعني انت قاعده من خلال خط ولا ايه انا مش فاهمه حاجه اصلي مش موضوع انا بقى احكي لك بعدين على الموضوع ده واحتي وبعدين المهم وحشتيني قوي فين تنت فريده وفين تنت ثوره وفين تنت اه نتكلم بعدين نتكلم بعدين استني بس وطنط الحاب وطنط عبير وعمو مروان وعمو فين فين كلكم كلكم فين بالراحه بالراحه وبعدين انت عارفه العيله كلها ولا ايه اه يا بنتي بقولك مسافره بقالي 20 سنه ايه يا كينزي الله ايه ده انتوا تعرفوا بعض اه طبعا المهم قوليلي فين خطيبي <applause> ايه يا بنتي في ايه لا لا ولا, ولا حاجة امم يعني ممكن تلاقيه هنا ولا يا ربي هلاقيه هنا ولا هنا ما شفتوش فين يا حبيبتي الله اعلم ما يعلم اللي جايب الا الله يعني وانا عارف فين كريم يعني يعني انت مش عارف فين اخوكي ما يعني ما لا ما يا ربي الصبر لا لا ما اعرفش نهائي تلاقيه هنا ولا هنا انا مش فاهمه دينا واحنا عندنا اتنين كريم هنا في البيت آه بأه بأه أوه إيه ده والله؟ آه إيه ده؟ لا يا جماعه بجد هو السفر فيه ناس كتيره جد وناس قديمه جت وناس غرب وجم وحاجه يعلم يعني بها ربنا طب اقولك لك على حاجه دوري انت بس فين كريم ونبقى نحكي لك بعدين يلا يلا دوري اوكي باي باي يا ربي استر ايه كندي مالك في ايه لا انا مش فاهمه حاجه هو في اتنين كريم في البيت ايوه يا بنتي ازاي كريم اخويا الاصلي اللي هو يبقى جوزك وكريم اخويا برضو ش... يعني 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 اللي هو اخويا برضو اخويا فاهماني بس يعني اللي هو ايه زي مثلا ابن خالتي كده انت اسمه كريم برضو اه بس بقى بصي بيقولوا عليا اخويا اخويا بس زي شقيقي كده بالظبط اه تمام اوكي ليه يا بنتي في ايه؟ غيرتي ولا إيه قطة؟ بلاش الكلمة دي لأ وبعدين انا زعلانة من اخوكي اصلا يعني وضحها اخويا مين بالظبط بقى عشان هيبقى في لخبطة كبيرة زعلانة من كريم على يعني اساس ان كريم يعني مش هيبقى في لخبطة اه صح بس نادي دي ما خفيف جدا ده انت هتحبيها من اول مرة ما انا فعلا لسه مقابلاها دلوقتي اه اه ده انتوا تتقابلوا كتير <applause> يلا بقى يلا يلا تعالي نطلع بقى ولا شوف هنعمل ايه طيب اوكي يلا بينا يلا انا هصور يا جماعة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم طيب ريدي ستادي لا قبل ما اصور بس اول حاجة اسفة جدا ان انا ما نزلتش تاني حاجة صوتي اكيد واضح ان انا اخدت دول البرد و وكمان انا عندي يعني جنوب انفيه فمع التراب اللي كان يعني اللي حصل والجو التغيير فما شاء الله يعني مراخيري واخدت برد كمان فكل سنه وانتم طيبين وانا ما باخد برد يعني بموت حرفيا بمعنى الكلمه فوالله انا اسفه جدا انا ما نزلتش فيديوهات ولا عملت اي حاجه خالص أنا اسفه جدا وكنت برضو انا في دراسه لحد دلوقتي فدعوا ان شاء الله تعدي السنه دي على خير وانزل لكم فيلا استادي جو ويا رب صوتي يعني احاول على قد ما اقدر اغيره يبقى احسن والله العظيم بجد هو انا حاسه صوتي برضو لسه فيه ملامح التعب فربنا يستر يلا هدي استهدي جو يلا يا جميله يلا طيب طيب يلا بس بسم الله الرحمن الرحيم انا خايفه اقوله بصراحه هو يعني هو أنتي اللي هتقولي لوحدك ماما أنا كمان هقولك الله يعني هتقولي معايا يا ستي تشوفيني ندلة معاكي ماشي يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم أما أنا بقى قابلت واحدة يا سلام مش هقولكوا والله العظيم حاسس كده أن أنا ايه يعني أعجبت يعني بشخصيتها ما شاء الله ما شاء الله مالك انت مصدق ان مالك يعجب بشخصيه بنت لا 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 ده اكيد اكيد يوم الايام بتقوم في ايه يا عم التغيير المفاجئ ده شفت يعني في ملامح لسه عشان بس ايه يلا مالك بدا يحب أه لا انا ما قلتش ان انا بقيت احب انا ما قلتش كده كريم يا كريم ايه في ايه انطقوا قولوا في ايه ام يعني نقول ولا ايه هو اللي يقول ولا ايه امال انتوا جايين تفجعوني وخلاص في ايه يا جماعه كنزي بخير آه هي كنزي بخير اه بس مش هتبقى بخير لو سمعت يعني ال 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 الخبر يعني فاهم قصدي انا مش فاهم حاجه هو في ايه يو ازاي يعني مش عارفه فين اخوكي الله هو انا يعني هعرف القصر ده كله فين اخويا وفين الجيران يو تعالي ندور ونشوف بعدين يلا بقى يلا طيب وريني على عيلة قصدك اعرفك على العيله طب فين تيتا فريده يو حاضر هو ثانيه واحده يلا بقى يلا حاضر حاضر انا مش فاهم هو في ايه ك كريم ج... جني بتهزري وحشتني قوي وانت كمان وحشتيني عامله ايه يا لهوي يا وقعه مهببه يا خرابي صوتي في ذمة الله أحيا أم على صوتي بجد لا لا مش مش مستوعبة أنا أصور والله العظيم مش عايزة أصور يو إيه يعني بصوا بقى أنا بقول أنتوا اللي أجبرتوني إن أنا أصور مش هقول أكتر من كده بس إيه ده؟ من دي؟ الله أعلم الله أعلم في خيانة قدامنا يا جدعان خيانة إنها خيانة ما ده بقى يا عم الله وبطل بقى دي في نصيبه مش خيانة بس نسيبة عارف يعني إيه ليه تبعدي عني الغياب ده كله والله يا كريم أنا أسفة جدا معلش والله وبعدين أنت عارف السبب كويس جدا انت وأحشني فعلا قوي على فكره انا قابلت هنا ناس جميله جدا وحلوين بجد يعني ايه دي تبقى حبيبه كريم الله اعلم انا شرفني انت مالك مصدوم كده ليه يا ابني الله آه امين انا امال انا ما. مالك يا ابني مصدوم كده ليه آه لا 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 عادي <applause> أه عشان كنزي وبعدين عشان حاجة تانية يا رب الصبر سألني انتو ما حسيتش بجد دي شفت الوقت الساعة كام الله بجد رقبتي وجعتني قوي والله العظيم بس ده عايز انام تاني بجد خلاص مش قادر عايز اشتغل جيم ايه ايه حطي ايدك على بوقك ايه القلف ده انا قلت عاوزة بلاش مش تراجين طيب وحط ايدك على بوقك يا ستي حاضر اهو كده حلو يلا بقى صباح الخير يا جماعه ياه انت لسه فاكر هو في ايه يلا نسيبها جت تاني بكات طيب أه نسيت بقى ايه وطلع مين يا نهار المسفايت ك كريم بتعمل ايه كينزي لو صفيتك هي لك ايه اللي بيحصل تا كنزي كنزي مين ايه ده لا انا في حاجات كتير ما شفتهاش دول عشرين سنه حرفيا حرفيا وحشتني قوي يا كريم بجد وانتي كمان والله والله بس يعني ابعدي شويه عني ابعد عنك ليه ابعد عنك ليه؟ ما تقولي كريم انت وحشتني قوي معلش جيني انا انا اسف جدا بجد وانت كمان والله بس خلينا بعيد لبعيد كريم انت انت بعدت عني ليه طيب؟ انا ما والله العظيم وحشتيني بس يعني في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده ما ينفعش اصلا يعني انت جيتي في الوقت الغلط وبعدين بص يا جيني عشان نكون مع علاقة كويسة مع بعض ونكون أصدقاء كده نعم أصدقاء أصدقاء إيه هو إيه الأصدقاء أنت أكيد بتهزر أنت نسيت يا كريم ما حدش شاف كريم يا جماعة إيه إيه ده كريم يا كريم انت نسيت يا كريم اللي انت خطيبي ولا ايه لا ما تنساش مش عشان سافرت يبقى تنسى انت خطيبي وهتفضل دول... طول عمرك خطيبي وحبيبي انا وانت بنحب بعض انت وعدتني لما اجي ارجع هنت... هنتجوز ايه انت 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 بتحب حد ولا انا متهيالي قول ايه, ايه ده ايه اللي بشوفه ده كنزي ايه ده آه هفهمك وثانيه واحده واسمعيني اسمعيني للاخر عشان انا عارفه كنيتي مستعجله آه ما انا فعلا مستعجله انا يعني كنت عايزه اقولك ان انا نازله مش موضوعنا مش موضوعنا افهمي الاول وبعدين اسم يعني امشي آه... آه... ابعد عني يا كريم لو سمحت انا وانت متخاصمين زي ما انت عارف و يعني... لو لو دي فعلا خطيبتك زي ما هي بتقول لا 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 كل ده ما حصلش بص ايدي ايدي ما فيهاش دبلتك أنتي دبلتك انتي محطوطه في قلبي صدقيني يا كندي ما حبيتش يجيلك انت نعم امال انا ايه كنت تضحك عليا يعني ولا بتتسلى بيا ولا ايه ان شاء الله امال انا ايه كريم بالنسبه لك ولا انت نسيتني خلاص لا يا بابا <applause> اوعى يكون في علمك اللي انا عشان سافرت يبقى هنساك لا انا دبرتك لسه محطوطه في ايدي انت موتيش ان انت تفسك خطوتي يعني ايه ده بصي عشان افهمك حاجه بس اول حاجه كنزي تبقى مراتي نعم كنزي تبقى ايه بصي يا عشان اكون معاكي صريح ما اكسبش ان انت وحشتيني نعم هو ايه ده هو ايه اللي بيحصل ده انا مش فاهمه حاجه اسمعي الاول قبل ما تتكلمي طيب يا كريم على العموم انا كنت جايه عشان اقول لك انا نازله عن إزلك كان في اسمعي الاول بس الاول يا ربي يا ربي هو كريم يا انتي وسعي كريم ناس اسمي ده كريم متلخبط هو هو كنزي انا مصدومه حرفيا مصدومه لسه جايين نقول الخبر ما شاء الله هوب الاحداث كلها هو جت ورا بعض حصل كنزي لو سمحت اسمعيني لو سمحت اسمعيني بقى اسمعيني يا شيخ اسمعيني اسمعيني نعم عايز ايه انت مش اول مره يعني تخوني ولا 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 اخونك ها خنتني في الثقه وخنتني دلوقتي في الحياه خنتني في الثقه ان انت ضربتني بالقلم وخنتني في الحياه انك تخوني فعلا ليه 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 يا شيخ انا غلطانه انا احب واحد زيك ايوه فعلا ايوه ايوه ما ان انا حبيتك ايوه انا حبيتك يا كريم ويا ريتني ما حبيتك ايوه بس عشان يكون في علمك ان الحب ده مش هيطول لا 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 لا, انا انا, أنا هبطله وعشان اثبتلك لك طلقني يا كريم وارجع اللي بتحبها نعم مش هطلق انسي ان انا اطلق انسي طلاق بالنسبه لي ابدا اه لكن بالنسبه لك ان انا اعيش في جحيم اه طبعا عادي صح طلقني يا كريم وارجع اللي بتحبها اللي سافرت عشان بتحبك شكلها ولا معرفش إيه. ابعد عني بقى عشان أنا خلاص مش قادرة مش قادرة والله ما قادرة خلاص مش قادرة كنزي يا كنزي كنزي لا والله يا كنزي أنا حبيتك انتي صدقيني حبيتك انتي يا كنزي فوقي يا جماعة حد يلحقنا يا رب يا رب انا عايز افهم بس هو ايه اللي حصل بينك وبينها انا مش فاهمه اي حاجه أوه. والله العظيم انا كمان انا كمان مش 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 فاهم ولا عارف أوه. ولا فاهم اي حاجه في الليله دي كلها أوه. كل الاحداث جت ورا بعضها انا اللي هممني بس ان كنزي تقوم بالسلامه وتعرف ان انا بحبها والله العظيم بحبها يا عالم اقسم بالله بحبها طيب طيب خلاص إيه ده هنشوف حل ان شاء الله خير بس انت بس ما ولا دقيقة حاضر بس تقوم لي بالسلامه وتفوق الهي ما تقومي يا كنزي يا رب ما تقومي يا كنزي يا رب الهي ما تقومي ياه يا لو الحياه بتون بدون كنزي يا سلام الله بالراحة يا مالك هدي نفسك هو ايه اللي حصل يا هارون ايه اللي حصل والله قدامك احنا لحقناه هو ايه اللي حصل يا هارون ايه اللي حصل والله قدامك أنا كنت معاكم في الصالة كلنا سمعناه وهو بيقول الحقونا غير كده أنا معرفش أي حاجة بس أكيد قوم عليها عشان فهمت الموضوع غلط تماما يا ربي بس أنا مش متأكد خالص إن كريم يحب واحدة تانية غير كنزي وبعدين هو أصلا ما كانش بيحب حد آه. آه ما كانش بيحب حد أصلي كريم أول مرة أصلا أصلا كريم مليناش يعني ده أولا ثانيا أنا اتصدمت اللي هو إزاي وبعدين هو كمان بيحبها وبيقولها حبيبتي وحشتي أنا مش فاهم حاجة بجد أه نبقى نفهم من كريم نبقى نفهم منه إيه إن شاء الله خير إن شاء الله خير يلا يلا ما تخفي نفسك ده ايه كل ده يووو يعني هو انا اللي اخرتك يعني؟ يلا يلا لما نشوف المشكله دي هو لازم نطلع من المصيبه هيطلع لنا مصيبه ندخل في مصيبه هيطلع لنا مصيبه نشوف بعدين نتكلم ايه يا جماعه كنتي اخبارها ايه وعامله ايه دلوقتي؟ ما تردوا يا جماعه في ايه؟ الله ما تردوا يا جماعه يا كريم ما ترد بصي يا ادم لسه الدكتور مطلعش وبعدين احنا لسه منعرفش نعرفش حالتها ولا اي حد كلمنا عنها اه هي بس دخلت وخلاص فاحنا والله على اعصابنا يعني يعتبر زينا زيكو وبعدين هي فين العيله التانية وفين الباقي فين الباقي يعني والله هي لسه برضو بيركبوا وجايين ما ليه مع بعض والله هم قالوا الزحمه والكلام ده وفعلا بصراحه المواصلات صعبه جدا يا رب كنزي تقوم بس بالسلامة هو ايه اللي حصل؟ أنا مش فاهم حاجة تكونش حامل؟ الله أعلم بس تقريبا لأ وده شرفك يا ظريف عشان شكلها قوم عليها بسبب اللي هي عرفت إن كريم بيخونها نعم كريم بيخونها ازاي ده؟ ايه ده؟ ايه؟ كريم بيخونها؟ بيخون كنزي؟ ازاي ده ان شاء الله؟ كريم ده بجد هو كريم ما بيردش ليه يا ناس مهم بجد يا مالك هو من امتى ما حد يرد علينا يا جماعه الله انا مش عارفه الدكتور ده اتاخر ليه الدكتور بقاله ساعتين ليه ان شاء الله ليه انا مش فاهمه انا مش فاهمه استني استني, استني بعد اذنك يا مدام اه اتفضلي او بعدين ثانيه واحده لو سمحتي يا ربي وسعه كده يا دكتورة نسرين يا دكتورة نسرين دكتور دكتور لو, لو سمحت او لو سمحت مراتي بخير لو سمحت لو سمحت لو عايز مراتك تبقى بخير يبقى وسع لنا عشان دي حياه وموت في دلوقتي واحده لو سمحت مش لازم نحكي يلا لو سمحت يلا <applause> يا ربي هو كل ده لسه يا ربي يما انت سبب يا كريم انا السبب ليه ليه هو انا اللي قلتلها لها تيجي هو انا اللي قلتلها تعرف الحقيقه هو انا اللي قلتلها ان انا ما بحبهاش واني انا بحب واحده تانية غيرها هو انا قلتلها إن انا بحبها هي ما بحبهاش ايه الالغاز دي انا مش فاهمه حاجه اقعدي اقعدي يا الحبيب شكلك تعبانه مش مصدقه كل ما ندخل في مصيبه يطلع لنا مصيبه اقعدي انتي انتي اللي محتاجه تقعدي طيب مش انا عشان خاطري عودي حاضر يا عبير عشان اريحك، وبعدين انت حامل يعني وخلي بالك، ماشي حاضر طيب شكرا، جايلك يا نسرين، جايلك بعد إذنك بس لو سمحتي؟ اه اتفضل هو انا شفت الشخص ده فين قبل كده حاسس ان انا شفته والله العظيم انا حاسس ان انا شفته شكله مش غريب عليا يا ربي افتكر بس هو راح فين ولا ولا هو اصلا تبع مين وبعدين يعني انا بشوف اشخاص كتير هو جدع الشخص ده يعني الله هو اعلم يعني هي قالت اللي هي جاية خلاص بقى طيب طيب اهي ايه 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 اه. 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 الله ده لسه جايه لسه جايه ده انا كنت لسه في عمليات لسه ببدا اطلع وبغيرت هدومي لسه هطلع اريح اريح انام انام ساعتين مش وقته صدقيني يا دكتوره نسرين في حاله ضروريه واحتاجاكي حاضر حاضر وامري لله وجوزها قلب الدنيا يا رب الصبر حاضر حاضر وصح في شخص برضه كان عايزك تقريبا هو جوزها او شخص تاني الله اعلم جوزها او شخص تاني يعني عايزني في ايه انتوا مش بتقولوا عمليات هو مش وقته اصلا الكلام يلا يا دكتوره طيب طيب في غرفه رقم كام خمسه طيب اسمها ايه الحاله آه كنزي مش عارفه ايه كنزي مش عارفه ايه روحي 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 روحي, روحي, روحي الله يرضى عليكي روحوا لا 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 ثانيه واحده بقى كده يلا يلا اتفضلوا قال كنزي مش عارفه ايه ما في مليون كنزي انا مش عارفه في دي ايه وبعدين هي في غرفه رقم خمسه بس خلاص وشخص عايزني يبقى جوزها يا رب ازيك يا نيرو هو انت انت عايز ايه لا ابدا يا مش عايز حاجه هو بس كنت عايز اشوفك عشان وحشتيني وحشك بورس وعقربة يا شيخ طب ليه الغلط ده بقى بنا غلطان ان جاي عاوزك انا ليه ان شاء الله اه محتاجني تكونشي أنا فهمت! أنت متجوز! إيه؟ م إيه؟ متجوز؟ ها؟ هو أنت متعرفش إن أنا عرفت إن أنت اتجوزت؟ هو أنا اتجوزت وأنا معرفش؟ إمتى ده وإزاي؟ زي الناس يا حبيبي عادي جدا وطبعا محتاجني ومراتك في العمليات دلوقتي ومفروض ان انا اروح لها واكشف عليها واطمن عليها وكده عشان كده انت محتاجني انسى لو في مية شخص انا هعالجه بسببك انت يبقى انسى انسى مع أني اللي جوه دي جلبانة انها تقع في واحد زيك بس نعمل ايه بقى يا حرام بس ما ينفعش في مليون دكتورة تانية هتقدر تعمل كده هو ايه ده ايه ده انا مش متجوز اصلا امال مين اللي جوه دي ان شاء الله تبقى مرات مين انا مش عرفني انا انا جايلك في حاجة تانية اصلا يا نسرين دكتورة نسرين لو سمحت ايه الدوشة دي بس يا ربي مش عارفة مع اي حد فاضي كده يروح يشوف في ايه ماشي أنا هروح أشوف قلتلك أنا مش متجوز أنا عايزك أنتي أنا مش عايز ولا محتاجك في أي حاجة هو أنت تاني؟ هو أنت تاني؟ لا 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 ليك وحشة خالص صدق لا بجد ليك وحشة فعلا هو أنا جاي أتعرف عليك يا روح خالتك عايز ايه ده؟ إيه؟ وانت مالك عايز ايه ده يا نسرين يو قلت لك مش عايز حاجة هو بيطمن عليا مش اكتر نعم يا اختي وبيطمن لو وانا موجود ان شاء الله أه اصلي اوبا لا 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 تكونيش اتخطبتي وانا معرفش نسرين اه, آه. انا مخطوبه لا والله. اخصى عليكي وما تعزمنيش. هو انت بارد ليه كده يالا؟ انت بارد كده ليه؟ ها؟ طب بقول لكم ايه انتوا الاتنين؟ بما ان انتوا تتكلموا وتتعاركوا فتعاركوا على مع بعض كده عشان انا ورايا شغل انا ورايا شغل ومش فاضيه لكم مواضيعكم التافهه دي. تعالي هنا انت رايحه فين؟ تعالى انت اللي هنا. انت تمسكك كده ازاي؟ ها؟ انت, انت يالا؟ اتجننت يا روح خالتك! تضربني يلا 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 <applause> لا, لا لا لا، معاك الرائد ملك الحسيني، ظابط، <applause> لو ما خدتش بالك، ظابط؟ ظابط؟ ايوه ظابط، مالك؟ <applause> خفت كده ليه؟ <applause> لا لا ابدا، بالعكس. خلاص انتهى الموضوع عايز اروح اشوف شغلي بقى لا تعالى انت هنا وخليكي واقفه في مكانك يو هو انت استحلتها ولا ايه سيب ايدي كده واوعى وما انت خالف ده طيب يا نسرين نبقى نتكلم بعدين نتكلم ايه انت اتجننتي يالا ما انت عايز تكلم مراتي مراتك بتات عايز تكلم مراتي مراتك؟, مراتك؟ مراتك انت 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 جو... انت اتجوزتي؟ نعم يا اختي! نعم! لا لا ابدا يعني مش مش كده بس يعني جوزت نسرين؟ مش. ماشي نسرين. إيه ماشي يا نسرين اوعى كده! ماشي يا نسرين! حسابنا لسه ما خلص تمام؟ يا دكتورة يا دكتورة أيوة حاضر حاضر عارفة إن اتأخرت أنا آسفة جدا أوعى كده فين الحالة؟ فين الحالة؟ هتلاقيها في إيدك اليمين يا ستي وقلت لك رقم خمسة طيب طيب يا ربي أوعى تكون فاكر إن أنا هسكت لك ها؟ لسه موضوعنا ما خلصش وهتكلم معاك أي مراتك قال إيه التخلف ده؟ وموضوعنا لسه ما خلصش برضه موضوعنا؟ موضوعنا إيه؟ إيه ده؟ لولا لو أنا عندي شغل كنت زماني علمتك الأدب، أستغفر الله العظيم يا رب، إيه ده؟ إيه ده؟ إنتوا إيه؟ في إيه هنا يا جماعة؟ العيلة كويسة ولا إيه؟ نسرين كويس إنك موجودة يا حبيبتي، أهو إنتي اللي هتكشفي على كنزي؟ آه 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 ثانية آه. كنزي؟ ايه ده؟ يا دكتورة يا دكتورة سلمى حاضر حاضر نعم نعم يا دكتورة نسرين هي الحالة باسم كنزي؟ أيوة ما أنا قلت بس أنتِ ما قلتيش إن هي كنزي الشرقاوي الله يا فرق إذا كنزي الشرقاوي ما بين كنزي يعني مش حكاية كده عشان لو دفعوا ما يدفعوش عشان دول عيلتي أنا يا ربي فرقت فلوس دلوقتي ما يلا يا دكتوره نسرين حاضر حاضر يلا يلا سلام ما تقلقوش ما تقلقش يا كريم انا بس هتصرف وهظبط كل الدنيا ما تخافوش يا ريت يا بنتي يا ريت يا ريت يا نسرين تعملي اي حاجه ما تخافوش حاضر حاضر بقى تتصرفي صح ماشي دكتوره نسرين نعم هو التواليت فين هتلاقيه هنا اهو طيب اوكي شكرا العفو على ايه لو سمحتي نعم نعم انا مستعجله جدا والله عارفه لو نسرين حصل حاجه فساعتها اذيكي نعم اكيد لا يعني ان شاء الله باذن الله وبعدين انا بعمل اللي عليا وباقي على ربنا لا <applause> انت فهمتيني غلط لا 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 يا حبيبتي مش اللي انت فاهماه لا 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 قصدي يعني إنك تسيبيها كل ما عدى الوقت كل ما حالتها تسوء مش صح ولا لأ؟ آه طبعا وغلط على الوقفة اللي إحنا واقفينها دي ناس طيبة برضه أنا بتكلم <applause> إني هدفعلك اللي إنتي عايزاه مبلغ اللي إنتي عايزاه أي حاجة طبعا مقابل إنك تخلي كنزي تروح في ستين داهية نعم آه إيه أكيد أكيد بس مقابل إيه ما أنا لك المقابل لا مقابل تاني غير الفلوس شكلك طماعة بس مجربة المواضيع دي مش كده آه طبعا كتير ومجربة كتير يعني بس مقابل إيه شوف انت عايزة ايه مم. طيب هفكر وهرد عليك اوكي بس الفلوس أنتي كده كده معانا في البيت يعني هتلاقيني جايبها لك النهاردة قبل بكرة حلو كده تمام يلا مع السلامة بقى اوه يا كيم مصعبان عليا بجد أنا اشوفك بالشكل ده يا خسارة يا حرام <applause> بس طبعا نيرة هتعرف تتصرف معلش بقى يا حبيبي معلش أقسم بالله البيت دي يا إما جزمة يا إما حيوانة غطي صوتي لحسن أفضح نفسي بس مش المقابل إيه ألف حمد الله على السلامة يا عسل إنتي يا أمورة الله يسلمك يا نسرين مالك مالك يا بت فيكي ايه وبعدين ايه اللي حصل أنا مش فاهمة حاجة أبدا عادي لأ قولي ينفع أعرف انت عرفتي يا نسرين ولا لأ؟ اكتشفت إن انتي عندك غيبوبة مش أكتر ما هو في مليون غيبوبة انتي عارفة أنا عندي غيبوبة ايه؟ اه غير السكر ودي جاتلك طيب بس بأمانة عليكي ما تعرفيش العيلة ولا تعرفي أي حد تمام أمري لله حاضر بس بقولك ايه ايه انت تحكيلي من طقطق لسلام عليكم اللي حصلك وفيكي ايه حاضر بس بالراحة كده ها حاضر وبعدين ثانية واحدة أنتي ليه ما جتليش اول ما فقت عشان ما ينفعش طبعا اجيلك واجي واقولك ايه اللي حصل يا كتكوتة ايه اللي حصل يا كنزي وأنتي لسه حضرتك لسه فايقة من الجيبوبة ما تستعبتش على الصبح اه اه صح نسيت Girls like me don't cry, 'cause I keep it simple. Don't cry. Girls like me don't cry, 'cause I keep it simple. Don't cry. Never let this fade away. I'm hiding, I'm so they don't see this part of me. Girls like me don't cry, 'cause I keep it simple. Don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Tell me that you'll keep me safe and never let this fade away. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry. Lost in the city, both eyes wide, ran right through all my options. Can't seem to keep like my eyes from dry, got tissues in my pockets. All sense of death, all you wanna do is wanna throw us in. Been through so shape but my heart and my sleeves it was hard Tell me that you keep me safe and never let this fade away. I'm hiding, up so they don't see this heart of me. Girls like me don't cry, 'cause I keep it simple. Don't cry, girls like me don't cry, 'cause I keep it simple. يا ربي ما تجاوب بقى وخلاص يا مالك الله وكنزي تبقى بنت خالة كريم معنى كده ان احنا نقرب لكريم ونقرب لحضرتك ونقرب لسارة ونقرب للعيلة يعني اللي احنا قاعدين فيها دي امي امي الايه لتلاتة في ايه هو انا عشان سافرت كل ده حصل من غيري ولا ايه يا جماعة احي لو كنزي عرفت ولا كريم لو عرف احي ليلة سوخة ليلة ده طيب عن اذنك، تفضل هنبقى نتكلم بعدين بقى، آه اوكي تمام، اوه انا بحب اسم كينزي اوي على فكرة، اهو انا وخطيبي او انا وكيمو كنا عايزين نسمي بنتنا اسمها كينزي، معلش معلش هي احنا مجانين وقلتلي كانها اجتماعية جدا وده اللي موديني في داهية، يعني انت مش عارفة اخوكي؟ ما يعني ما لا ما يا ربي الصبر لا لا ما اعرفش نهائي تلاقيه هنا ولا هنا كنزي بخير هي كنزي بخير اه بس مش هتبقى بخير لو سمعت لي يعني الـ الـ الخبر يعني فاهم قصدي جني بتهزري وحشتني اوي وانتي كمان وحشتيني عامله ايه يا لهوي يا وقعه مهببه دي تبقى حبيبة كريم الله اعلم انا شرفني ما تقولي كريم انت وحشتني قوي معلش يا جيني أنا, انا انا اسف جدا بجد ايه ده ايه اللي بشوفه ده وبعدين هو اصلا ما كانش بيحب حد اه, آه ما كانش بيحب حد معاك الرائد ملك الحسيني ظابط حسابي لسه ما خلصش تمام مقابل انك تخلي كنزي تروح في ستين دهيه نعم <applause>